يعني عضوية دولة فلسطين إلى الدولة الكاملة موجود، إضافة هي ضد الاستيطان والأسرى والحرب الأخيرة في غزة. متى من الممكن أن بالفعل؟ I don't know, but it was an off-the-record briefing given to our colleagues in the White House, so it's an official. هناك محاولات حثيثة وواضحة من هذه الحكومة الإسرائيلية لدفن حل الدولتين وإلغاء فكرة إقامة دولة فلسطين بحدود 67 بعاصمة القدس الشرقية من خلال الإملاءات وتوسيع الاستيطان وسرقة الأرض والموارد والمياه. البديل الوحيد لخيار الدولتين هو دولة ديمقراطية واحدة وحقوق متساوية للجميع من المسيحيين والمسلمين واليهود. سيناء أرض مصرية، سيناء أرض لمصر والمصريين، تماما كما القدس الشرقية أرض لفلسطين والفلسطينيين. نحن نسعى لإقامة دولة فلسطين على حدود 67. لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف حتى مجرد التفكير في هذه الأفكار السخيفة. كما قلت، الأرض المصرية هي للمصريين. مصر من أوائل دول العالم تدعم خيار الدولتين على حدود 67، ووقعت فلسطين على المادة 12/3 من الولاية في المحكمة الجنائية الدولية، مما حدا بالمحكمة الجنائية الدولية لفتح فحص أولي preliminary examination. هناك 3 ملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية: ملف يتعلق بالاستيطان ما فيها القدس، ملف يتعلق بالعدوان على قطاع غزة 2014، وملف يتعلق بالأسرى. ونحن نأمل من المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية أن يبادر لفتح تحقيق قضائي في هذه المسائل، لأن لا يوجد ما يمنع ذلك.